ينضم إلينا عبر الهاتف من ملبورن المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ ميثاق عبد الله. أستاذ ميثاق، بداية مرحبا بك. في تصريح لترامب دافع فيه عن قراره الذي قال فيه إن الخروج من الاتفاق أخل بحسابات إيران وأضعفها، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. طبعا تصريحات ترامب طبعا كانت هنالك يريدون تغيير جوهري بسلوك طهران التدميري، خاصه وان اكتشف كريستيان جيمز صبغه ترامب النوويه المحتمله مع خامنئي تشمل صواريخ ودعم الارهاب، ويؤكد سنرد على هذه الاستفزازات. طبعا منذ بدايه العقوبات التي فرضت على ايران كان هن أجلت إيران على الانتهاك الاقتصادي، خاصة وأن نقمة الشعب الإيراني التي دمرت الكثير من القواعد العسكرية في المنطقة، خاصة الشعوب التي تحتلها إيران. طبعا هنالك تشمل 14 عقوبة ستشمل النظام الإيراني في طهران، وهي من ضمنها العقوبات عدم بيع الصواريخ، وخاصة ذلك الصواريخ التي تستهدف المملكة العربية السعودية. منذما المملكة العربية السعودية شنت عاصفة الحزم على اليمن لتدمير الخلايا الإرهابية المتواجدة في الأراضي اليمنية. طبعا هنالك كانت محسن فخري زاده رئيس برنامج الاسلحه النوويه الايراني قام بتاسيس منظمه الابتكار والبحث الدفاعي الايراني في فبراير 2011 حتى ان يستطيعون تغطيه الكثير من البرنامج النووي التي طيب. يعني ثلاث من الدول الثمان المعفات خفضت وارداتها من ايران الى الصفر، ما مدى ذلك على الاقتصاد؟ ما مدى تأثير ذلك على الاقتصاد الإيراني؟ طبعا الآن الاقتصاد الإيراني منتهك تماما، صراحة أن الشعب الإيراني تعدى حتى مرحلة الجوع، فجميع الانتفاضات التي الآن تحدث في إيران هي انتفاضة الجياع وليس انتفاضة فقط لتغيير النظام الإيراني. الشعب الإيراني الآن يمر في ظروف بالغة الصعوبة، خاصة وأن الآن الدولار الأمريكي صراحة أنهك الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، لأن الآن الوضع الاقتصادي في إيران نستطيع أن نمثله في الوضع الاقتصادي الأفريقي المنتهي. فالرئيس ترامب صراحة قالها لعدد مرات أن هدفنا النهائي التفاوض على صفقة جيدة تضمن سلامة الشعب الأمريكي وتتناول النطاق الكامل في أنشطة النظام الإيراني الخبيثة. فصراحة أن أمريكا لديها أفكارها بالنسبة طيب. لحماية كيانها وكيان. أستاذ ميثاق، سيد ميثاق، يعني هذا القرار كيف سيؤثر على نشاطات إيران التوسعية في المنطقة وتمويل ميليشياتها؟ طبعا هذا القرار صراحه انتهاك السياده العربيه في العراق. صراحه ايران تستطيع ان تتنفذ من خلال العراق من اجل تهريب المخدرات والمازوت والنفط الى دول المنطقه، ولكن هذه العقوبات اثرت بشكل رسمي على الاقتصاد الإيراني، وذلك أن تمد يد الأخطبوط الإرهابي التي تمد لميليشياتها في المنطقة، خاصة في العراق ولبنان وسوريا. صراحة إيران تهدد ومنذ زمن بتدمير إسرائيل، ولكن هنالك لم تجد أي مؤشر لاستهداف إسرائيل، بل إيران استهدفت جميع المناطق العربية لزعزعة الاقتصاد والإنالة من المملكة العربية السعودية. نعم، شكرا لك. حيث أن صرحوا. نعم. نشكرك، شكرا جزيلا سيد ميثاق عبد الله المتخصص في الشأن الإيراني، كنت معنا عبر الهاتف من ملبورن.